سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي. خير يا طير؟ شايفك اليوم كتير مروق. ايه والله مروق ومبسوط. اليوم طلعوا علامات التمثيل تبعي وطلعت علامتي كتير منيحة. ايه ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. تعرف يا ابو الفخر، انا ما بتخيل حالي عم ادرس كلية تانية ابدا. يا الهي شو بحب التمثيل، ولو طوبوا لي الكلية كلهم باسمي ما بدوسهم. إيه لا بقى ولو مو لهالدرجة في ديه. أكيد عم تمزح. أبداً ماني عم أمزح. أنا من لما كنت صغير كنت حب أطلع ممثل. هلأ أنت لما كنت صغير شو كنت حب تطلع؟ والله ما بعرف، بس من أنا وصغير كانوا يقولوا لي بدك تصير دكتور مثل جدك. يقولوا لك؟ يقولوا لك يا فخري أنت شو كنت تحب؟ شو بيعرفني عن جد ما بعرف. تعرف في ديه ولا مرة فكرت شو بدي، بس يمكن أنا بحب الطب. إيه لا حبيبي مو يمكن، انت ما بتحب الطب، مثلك مثل كل طلاب هالبلد، شو ما طلع لهم بالمفاضله بيسجلوا. لا في تيل، انا من صغري كانوا يندهوا لي دكتور فخري. يا اخي مين سالك شو كانوا يندهوا لك؟ هلا بزمتك يا فخري، لو كانوا علامات معهد السكرتاريه 220 وعلامات طب 100 كنت فتت الطب؟ والله ما بعرف، معقول انا ما بحب الطب؟ هلا تذكرت تسال حالك هالسؤال؟ على كل حال يا فخري، هذا السؤال ما حدا بيقدر يجاوب عليه غيرك. طب في ديل كيف بدي أعرف؟ لسا بيقول لي بعرف وما بعرف. يا أخي هذا السؤال أنت بتجاوب عليه، بتصفون بينك من حالك وبتقول يا ترى أنا بحب الطب ولا ما بحبه؟ ما بحبه لك ليه الطب؟ ما بحبه. لا لا بحبه. لا بقى لا بقى، أنا فعلا ما بحبه. يمكن لو ما كان جدي دكتور ما كنت استا بحياتي لكلية الطب، بس الكل بده ياني اطلع خليفة جدي وما حدا سائل انا شو بدي. ابطل تموت بتر من كلية الطب، معليش المهم اطلع خليفتك ولكن. اخ لك مليت من الرياضيات من الكيمياء ومن التشريح، مليت من روبي الابيض من رفقاتي الغلظة، لك مليت من البصم والدراسة، خايف كفي دراسة الطب وانا ما بحبه. طب وبركي كنت بحبه؟ ماني عارفان شي، عن جد ماني عارفان شي. يا الله صباح الخير ماما. صباح النور. شو ما عندك جامعة اليوم؟ لا. ليش؟ في عطلة؟ لا. لكن شو في؟ لتكون تعبان ومو قدران تروح؟ لا ما فيني شي. ما فيك شي؟ لكن ليش ما رحت على الجامعة؟ خلص ما عاد بدي روح عالجامعة. ليش لا سمح الله؟ حدا مضايقك؟ متخانق مع شي دكتور بالجامعة؟ لا لا ماني متخانق مع حدا. لكن ليش ما بدك تروح؟ خلص ما عاد بدي ادرس طب. لك دخيلك انت وهالمزح مع بكرة الصبح. صب لي فنجان شاي. انا ما عم امزح فخري، لا تعمل علي افلام. شو شايفتيني كتير رايق لأعمل عليكي افلام؟ انا تركت الطب خلص، ما عاد بدي ادرس طب، مليت. شو هالحكي؟ جنيت فخري؟ هلأ بكون جنيت إذا عرفت شو بدي؟ ليش شو بدك؟ بدي ما عاد أدرس طب طول عمري. أنتوا يلي بدكم يعني أدرس طب، أنتوا يلي عم تفصلوا لي حياتي تفصيل. لك ما حدا فيكم بحياته سألني شو بدي أو شو ما بدي. إيه وشو بدك فخري أفندي؟ كل شي بعرفه إنه طب ما عاد بدي، وعلى الكلية ماني رايح ولسه ما قررت شو بدي. اي معها حق تبكي يا دكتور، ابنها عم يضيع مستقبله قدام عيونها وما بدك اياها تبكي. اهلين دكتور بهجات. اهلين. ما بعرف شو صار له، كان عم يدرس ويجيب علاماته ما احلى، عين وصابته يا دكتور بهجات. طيب طنط بلكي ما كان بيحبها لكلية الطب؟ يو 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 يو، ليش فات عليها اذا كان ما بيحبها؟ بجوز لانكم اجبرته؟
ابنك يا كرام خانم عم يعاني من مشكلة وجودية، عم يبحث عن نفسه الرجل، وعلى ما أعتقد هالشي من حقه. ما هيك؟ كأني عرفت مين أوحاله بهالمشكلة الوجودية. وشو هاي المشكلة الوجودية كمان؟ بما أنه فخري ما اختار الفرع اللي عم يدرسه بملء إرادته، فهذا الشي عامل له أزمة، يعني أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال. تعرف فيديل، بجوز يكون الحق معك. أي وأنا كمان بقول الحق معك، يعني فخري من حقه يدرس الشي اللي بيحبه. ولك حاجة تقوله حقه وما حقه، فخري من هو وصغير بحب الطب. ما بتتذكر دكتور وقت كنت تحكمه هو وصغير كيف كان يخطف السماعة من إيدك ويحطه على أدنيه؟ بلا سوريا خانم، حكيك مزبوط، بس فيديل معه حق، فخري كبير ولازم يحدد مستقبله بنفسه. يعني شو فايدة الطب إذا كان ما بيحبه؟ ابني وبعرفه والله بحب الطب، شو صار له فجأة ما بعرف. ها كل مجتمعين، مساء الخير. مساء النور، كيفك يا فخري؟ كيف أمورك؟ معناتها خبروك دكتور. ايه خبروني. إن شاء الله أنت منيح. أنا منيح، بس طب ما عاد بدي. طيب شو بدك؟ ما بعرف يا مايا، ما بعرف، صدقيني لهلا ما بعرف، بس لما أعرف أكيد رح آخذ قراري لحالي ونفسه. مرحبا شريك. هلا شريك. كبر عقلك فخري، شو مين ما كان بيقدر يدخل كلية الطب؟ بعدين بعد هالمشوار بدك ترجع لورا. بالنسبة لعالي سوريا خانم هلأ صار كبير. بس يا فخري لازم تعرف شو بدك تدرس بدال الطب، يعني ما معقول تضل قاعد بالبيت لا شري ولا عملي. ما هيك شريك؟ مزبوط. لسه بيقول لي بدال الطب؟ هيك يا فخري بتاخد قرار بدون ما تخبرنا؟ ولو عطينا خبر. هاي ليتني عم خبركم بقراري هلأ. ولك يا ماما يا حبيبي فكر شوي، مين بده يورد فخري الأغباشي واسم فخري الأغباشي؟ مو أنا، الباشا الأغباشي على عيني وراسي، بس أنا ما بدي أدرس طب مثله، هو شي وأنا شي. لك عشو بدك تدرس؟ تدرس علوم طبيعية؟ بعديلي عن كل شي له علاقة بالعلم. طيب تدرس صيدلي؟ لا لا دكتور، كل شي بتعلق بالطب أنا ما عاد بدي. طيب فخر تدرس أدب إنجليزي معي؟ لا مايا أنا ما بطيق الأدب الإنجليزي. طيب هندسة شريك؟ لا 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 هالشغلة ما بحبها. طيب تمسي؟ ولو شريك هالشغلة مو شغلة بنوب بلا مواخذة. إيه والله حيرتنا خالتي، نفتح لك محل اسماني ولا إذا بدك عد بالبيت مثل النسوان. إيه نفختلنا قلبنا. عن إذنك دكتور. يا جماعة كرمال الله فهموني، فعلا لهلأ ما عندي جواب. وإمتى رح يصير عندك جواب؟ ما بعرف ما بعرف، لساتني عم فكر هلا، وبس لالاقي جواب اكيد رح اخبركم. يلا خاطركم. يخرب بيتك، انا قديش شفت محظوظين بس مثل هالبنت لسه ما شفت، من بلد لبلد ما عم تهدي. اي بس برنامجها حلو وهي حلوه. اي والله مزبوط، شغلتها بتطير العقل. اي والله بينهز بدني كل ما بتفرج عليها من كتر ما بتجاكر منها. بدي افهم شو دارسه؟ بتحكي انجليزي وانا بحكي انجليزي، هي حلوه وانا حلوه، بشو زايده عني؟ اي بتكون دارسه اثار سياحيه، تاريخ، جغرافيا، مو بس بتحكي انجليزي. شي حلو والله، بتدور العالم بالطول وبالعرض وما بتخلي بلد يعتب عليها، وفوقها بتاخذ مصاري. ايه الدنيا حظوظ يا عمي. لك لقيت ابو الفيل مايا، انا بدي اصير دليل سياحي، قايد سياحي، انا هذا الشيء اللي بحبه من انا وصغير. لك انا كنت كتير شاطر بالتاريخ. كنت شاطر بكل شيء مو بس بالتاريخ. ايه بعرف، بس كنت اذكى شيء بالتاريخ. ما بتتذكري قديش كنت تحب روح على القلعه؟ كنت تحب الروحة عشان نشتري لك زمامير وطبله صغيره من سوق الحمديه. بس يا فخري الشغله ما انا سهله مثل ما كنت مفكر. ها لهلك فيديل، حتكون اصعب من الطب يعني. ايه وين بدك تعمل قايد سياحي؟ انا زلمه بحب اطلع السلم درجه درجه، ببدا من هون ممكن اصل لامريكا. من دكتور لقايد سياحي يا فخري، الله يصطفل فيك. ايه وشو فيا، المهم عرفت شو بدي وقررت. ولك تصطفل والله قلبي رح يوقف منك. يا لطيف ما اعندك. يا فخري السياحه عندنا سقفه تدمر ومزيري، وانكترت كترت قلعه الحصن. وانا ما بدي اكثر من هيك، اصلا انا روح قلبي المناطق الاثريه. لك نيالي نيالك. اي والله رح تجيني جلطة. شو قال لك بده يشتغل اختي؟ قايد سياحي. يو وشو هالفنة هي اللي طلعنا فيها؟ ايه كل الحق عليكم، انتو وصلتوا لهون. حاجة تزيد على قلبنا فيديل، بدل ما تدور معنا على حل. والله ما لي عرفانة كيف بدي طلع بوش العالم إذا ابنك عمل ترك الطب. اختي هلأ وقت العالم، المهم فخري مو العالم. ايه والله بكرة ليقولوا ابنه انجن، لأنه ما في عاقل بالعالم بيعمل عملته.
المهم هلأ كيف بدنا نغير له رأيه؟ يا الله كيف؟ أنا عندي فكرة، عندي رفيق بيشتغل جايد سياحي، ممكن عرفه على فخري وحللكم كل المشكلة. هذا اللي طلع معك يا منظوم، نحن بدنا نغير له رأيه وحضرتك بتعرفه على جايد سياحي؟ طولوا بالكم يا جماعة، خلوني نكفي حكي. هذا رفيقي غليظ، يا لطيف شو غليظ، وإذا تعرف على فخري رح يكرهه عمره للسياحة. هلأ من غلاظة رفيقك فخري رح يغير قراره؟ إيه معناتها أنت ما بتعرفي قديش غليظ. يا عمي غليظ وسئيل وسمج، أصلاً السياح ببلادنا خفوا من ورا غلاظته. أوف أوف لهالدرجة؟ ومين هاد؟ اسمه بشير، ما فيك تتخيلي قديش سئيل. يا عمي إذا قال لك مرحبا تكرهي حياتك، فكيف إذا دربه وعلمه لفخري؟ متأكد من حكيك فيديل؟ طبعاً متأكد. إذا إجا هلأ وقال لي عازمك على جزر القمر قال له آسف، روح عمي لحالك روح. دخيلك فيديل؟ إيدي بفنارك، روح بسرعة وجيبه لهالبشير، خلينا نلحقه للصبي قبل ما تروح السنة عليه. أهلا وسهلا سيد بشير، الحقيقة فيديل حكالي عن لطافتك وخفة دمك. هو كمان حكالي عنكم يا مدام. أوه بيتكم حلو كتير يا مدام سوريا. شكرا سيد بشير، بس فيك تناديني سوريا خانم. سوريا خانم، بيتكم تبقى غربي كلاسيكال، سوري، بس مو كتير أورينتال. بس الصراحة أنا شايف أحلى منه بكتير بكتير يا مدام، مو هيك؟ شو هالحكي يا بشير؟ بيت الأغباشي من البيوت اللي ما ضل مثله بكل الشام يا أخي. لا يا أخي لا يا أخي، أنا جاي سياحي وبعرف شو بتعرف أكثر مني؟ إيه تفضل سيد بشير. شو سليم؟ رح أساوي لك فنجان قهوة. أهلا وسهلا سيد بشير. حضرتك شو دارس؟ السياحة ما بدها دراسة يا مدام، بدها مراء، بدها مود. وأنا كنت رح موت لو ما صرت قايد سياحي، بالإضافة للمواهب اللي أنا بمتلكها، أمو مخلي كتاب آثار مقاري غير اللغات والألسن، مو هيك؟ يعني أستاذ بشير فيك تدرسني إذا بدي صير قايد؟ القصة مو دراسة، القصة موهبة، وأنا بوعدك إنه فرغ لك شوي من وقتي وطلعك معي مع جروبات سياحية لتلقط خطوط المهنة الأساسية، هاد إذا لقطها، مو هيك؟ سمعانين؟ سمعانين؟ ابني درسني. طيب أستاذ، يعني إذا تطورت فيني صير مثل هي المذيعة اللي بتقدم برنامج سياحة حول العالم؟ هاي مذيعة هاي هلا، ما بتطلع نطب بحري. أنا مو بس قايد سياحي وبفهم بالآثار وبحكي لغات حبيبي، أنا عامل دورة إسعاف وإنقاذ إذا بدك، مو هيك؟ أوف، ومشان شو هدول بقى؟ مشان لما تطلع السياح مسير تكون جاهز لأي شيء بصير معهم. أنا بكرة عامل مسيرة على منطقة السمرة، بتحبوا تجوا معي؟ ولا يمكن حضرتكم ما بتقدروا تتعربشوا على الجبال، مو هيك؟ أنا بيجي معك على المسير، بس قلي وين بدي سجل دورات فرنسي وطلياني؟ أنت بدأ بالطلياني لأنه جروبات الطليان أكتر، ومعك معك بتتعلموا فرنساوي، هو الفرنساوي قريب من الطلياني، مو هيك؟ في لي وين محطوط ناطور جدي؟ شو بدك فيه؟ عاوزه مشان المسير. أنو مسير؟ المسير تبع السمرة، شو نسيتي؟ لسا مبارح حكينا قدامك ماما. وهلأ عم تخبرني؟ لك معقولة يا فخري بدك تطرق مشوار على حدود تركيا مشي؟ ليك الشوارع فاضية انزلوا مشوا فيها. ماما مو الفكرة بس بالمشي، الفكرة بشير اللي رح نشوفه هنيك، على قولة بشير أنه الطبيعة هنيك بتطير العقل. لك منين طلع لي هالبشير؟ آه فخري دير بالك على حالك ماما، لا تقوم تضيع بالبرية. ماما أنا ما بنخاف علي بهيك طلعات، أنا ديبة للبرية أنا. ماما وين الناظور؟ بغرفتي فوق الخزانة. يلا عن إذنك أنا طالع نام بكير مشان فيق على المسير. الله يصطفل فيك يا بشير. اليوم رفقاته دقولي من الكلية وسألوني عنكم، قلت لهم مرضان. شو بدي أقول له؟ والله ابني رايح مسير. طولي بالك اختي طولي بالك، الا ما يرجع لعقله وعلى هوا غلاظة هذا بشير. انا متاكده انه فخري ما حيحب له هالشغله. ها يمكن اجا فخري. يا لعنتي شبك ماما تقدر قلبي شبك. يلا اخذ نفسي رح جاب كاسه مي. عاد عود عود تعال. لك شو هاد شو هاد شو صاير معك؟ يا لعنتي احكي لنا احكي لنا فخري. هذا كله من المسير؟ لكي بعت لحمة هالروحه مثل سيران الكلاب، غبرة وعفرة وقلة واجب. شراب تقبرني شراب شراب وحكي لي، والله نطف قلبي لأعرف شو صار لك. ما صار شي، اتحكرتنا على الجبل وقعد بالوادي وبس. كل هدول مو عاجبينك؟ قوم خلينا ناخدك على المستشفى، بركي مكسور فيك شي. لا لا ماني مكسور، شوية كدمات بس. وكيف طلعوك من الوادي؟
السياح الله يكتر خيرهم تساعدوا وحملوني وضلوا عم بيساعدوني على المشي كل المسير وداروا بالهم علي كمان. يا هلا قام تشوفي شوفي. وبشير لا تجيب لي سيرته يخرب بيت قلبه شو حقير، لولا العيب والحياة كان تركني ومشي. قال شو؟ أنا عطلت له المسير، عجبك؟ لو شفته كيف مصدق حاله؟ عامل أمه وأبوه للقصة مثل أستاذ المدرسة، ماسك بإيده عصاي وما بيخلي ولا سايح يفتح تمه، لازم بس هو اللي يتفلسف ويحكي. يلا بسيطة أبو الفخر، بدك تتحمله شوي مشان تتعلم المصلحة. لا بدي أتحمله لا يتحملني، أصلاً أنا كل هالشغلة ما تقدر. لك تقبر أمي. آه ماما. عطلي حمى، عرفاني أنا إنه هي نزوة بتروح. معلوم؟ ولك حدا بيكون عم يدرس طب وبيتركه؟ لك في احلى من الطب والاطباء؟ مرتبين نظاف مهفهفين زراعه. قولوا بالكم شو ما في غير الطب في نظافه وهفهفه يعني؟ اها علينا. ايها هاي شغله مهفهفه وكلها نظافه، يا الله مايا ليش ما فردت اشاراتك؟ اتدرب بطرافه مو احسن ما تحرقه كله مشان الله فخر دير بالك الله يوفقك. لا تخافي لا تخافي لسه بدي ميش لك ياهن يا احلى ميوش انت. لحتى تصير حلاق ناجح ومتميز لازم تعرف كيف تبدا حديث مع الزباين. ليك ما في كوافير بيفوت لسانه لحلقه. وكيف بدي افتح حديث؟ يا لطيف شو غشيم. اهم ميزه عند الكوافيري انهم قرارين، يعني بتسال الزبونه شو برجيك؟ شو بتحبي تسمعي اغاني؟ شو اوكي حل عنا يا بيضل على الماء. طيب رح اجرب. شو برجيك؟ لك اه الفخر وجعتني برجي جدي التهي بشغلك. شفت؟ طيب بركي شي زبوني قالت لي التهي بشغلك. ايه طبعا اذا بقيت هيك عم اشتغل بركاكي رح يقولوا لك خليك بشغلك. خيو ما في غير عرفك على صديقي عصام كنعان، هذا احسن كوافير بالبلد. لا 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 انا بدي اتعلم الكار لحالي، ما بدي مين يعلمني. وشو بدك تتعلم فخري افندي؟ شغلة مهففة ونظيفة كتير، كوافير نسواني تقبريني مثل ما انك شايفة. ماما، امي خليني استشررك شعري. ولك روح من وشي انت، مالي طايقتك ها، لا تحكي معي. طب صباح خانم، امي اعمل لك ليس وحمم لك هالشعرات. كمان انا روح من وشي لانه انا كمان مالي طايقتك فخري. يو، طب سوريا خانم. لا تطلع فيي. افتلي وشك عني، افتلو. شوفوا يا جماعة رح قلكم شغلة. إذا ما خليتوني اتدرب فيكم قسماً عظماً لروح عن جارنا الحلاق واشتغل عنده صبي حلاق بيهون عليكم؟ يو 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 لك انت بدك تشرشحنا انت؟ أبداً ليش هيك عم تقولي لازم اتدرب يعني وين بدي اتدرب؟ الله يسود وشك لك من طبيب لكوافير. ليش من شو بيشكي الكوافير؟ شوفوا أنا هلأ اعتمدت الكوافير نسواني انتو شو قررتوا؟ انزل تدرب عن جارنا؟ لك ولا للديب؟ للديب والله في ديل عم بحكي عن جد بلا مسخرة ولو شو بدك شو بدك؟ بدي منك خدمة بسيطة بدي اصبغ لك شعراتك. لا عم تمزح. لا عم بحكي عن جد في ديل مالي غيرك لا تخزلني خالاتي ما رح يرضوا تمرن فيه اليوم بقلت لحالي ما ضل غير في ديل يساعدني والله والله اني منقي لك لون بيطير العال وكتير حلو على الموضة اذا بدك بعمل لك جدايل كمان. انت شو عم تحكي جنيه؟ لا ولو شو بدنا في ديل؟ مو على اساس بدك تساعدني لحتى الاقي شغله بحبها؟ ايه ساعدك بس ما يوصل البلا دقني. شوف في ديل صحبتنا بكفه وانك تخليني اصبغ لك بكفه، بقى شو قلت؟ موافق موافق بس مو الشعر سكسوكتي اتفقنا. غريبه ليش هيك طلع اللون؟ ولك ازرق هذا يا فخري ازرق. ما اختلفنا بس بتعرف كثير لابق لك وطالع حلو اوريجينال وعلى الموضه. ولك مو الحق عليك، الحق علي سندك حالي، لك عم كيف بعمل بحالي انا هيك؟ كيف بعمل كيف؟ بشرفي انك اهبل، بتعرف انك طالع بتشبه جو اشقر بغنيته ما رح اسمعها، هيك عامل شعره نفس اللون. بلا جو اشقر بلا جو ازرق، نزعت المرايه يا اخي، ما بصير هيك يا فخري ما بصير، حدد بقى شو بدك، هلك لما كنت تفلح بشي، شو مفكر عام عقل تجارب امامك؟ لك مو على اساس كنت عم تشجعني، شبك؟ مبلا فخري عم ساعدك لتلاقي حالك لتكون فعال ومفيد بالمجتمع مو مخرب ومؤذي. فكر فخري فكر بشي تحبه وتدقنه يا اخي. ايه
تفضلي ست راسي. تفضلي ماما. لك شو ها؟ ولك ليش هيك لابس؟ هلا بتصلك ارجيلتك صباح خانو. اهلين اخي فيديل، اجيت بوقتك، هلا بدي ذوقك معسلات على كيف كيفها. شغل ايد هدول مو حي الله، هلا بس تدوقهم رح تدعي لي. بس انا لك خلص يا اخي، بعرف انك ما بتحب الارجيله، بس تدوقهم ما رح تندم. اسع هيك اسع. شو هذا؟ شو صار له؟ ليش لابس هيك؟ تفضلي صباح خانو. ما بدي. على راحتي. لهلاه سوريا خانو، لهلا ما سحبت البربيج. اله يا الله، ما بيصير يا جماعه، تفضلي. بجوز تلاقي سحبتها تقيل شوي، بس معليش لانه هي اول مره انا بسوي فيها نفس. بكره معي بتصير. ايه ما كتير ضروري تتعلم تسوي نفس ارجيلي اخي فخري. لوك لوك، شو هالحكي في ده؟ معلم الاراجيل لازم يعرف يعمل كل شيء شبنها. ولك هداك معلم الاراجيل، انت شو دخلك؟ وحياة كرام على الغالي، لصير احسن معلم ارجيلي بالشام، ولا حرمهم يقولوا نارا يا ولد. ولك رح يجلطني، رح يجلطني. يا ميت اهلا وسهلا، زارتنا البركة. هاد معسل سوس، ذوقي لي اياه لشوف. كأنه مو طيب. ايه مو مشكلة، ولا يهمك بيوش، ألف نوع معسل بيخدم شواربك حبيبي. شو هالملافظ هي فخر؟ أني شوارب؟ تركي مايا تركي، هاي ألفاظ مهنته، لازم يتعلم كيف يحكي مع الزباين. خليكي معي ميوش. ذوقي لي هاد. هاد عورد يا ورد. هاد لشوف. اسحبي. حبي عطيها. شلون؟ منيحه طيبه. تمام يا الله. تركوا تركوا تركوا، منيح النفس، لا تنزعوا. لك يا ابي بدي ذوقك غير نفس. دقلي هاد عبطيخ. ولك ليش كل هالقد مكبر الفحمه؟ والله بنشوى عليها سيخ شاورما، احترق النفس. تعال غير لي الراس. وعم تعلميه كمان؟ ان شاء الله عمره ما يتعلم يحط ناره. لب سوريا خانو، تعلمت اعمل نفس تنباد، زبط لك واحد. ولك حل عني، قرفتني الأرجيلة من اساسها. على راسي. وعايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد، وحاجي تحكي عن هواك، وضحكت علي كل البلد يا اخي بتحبه. ايه بتحبه بتحبه، ايه بتحبه، لكن هي فيك يا ما بلاك. مرحبا في ديش. اهلين ابو الفخر، شو بنو ديش؟ لك ايش بيعرفني تضرب هالشغله شو مشقشقه؟ ندوة عصبيه بالناره. وليش بقى؟ كيف؟ قال شو عم بعمل معلميه بالملقط؟ قاموا سلتوا النارات وحرقوا لي اصابيعي. انت الله يسامحك، مالك بالقصر من امبارح العصر وبدك تعمل بهلوانيه؟ خلاص اخي خلاص، ما عاد بدي هالشغله، ما حبيتها، قال معلم اراجيل. قال بتعرف فخري شو مشكلتك؟ شو؟ انت بتتعامل مع كل المهن بطبقيه، ليش ما بتبحبش بمهن البروليتاريا الحقيقي؟ مهن شو؟ البروليتاريا، الطبقة الكادحة، هاي المهن اللي بتخليك تتعب بالحياة وتشقى وتكدح من أجل لقمة الخبز يا فخري. ايه بس مثل شو؟ مو أنا لازم قلك، أنت لازم تدور وتبحبش على مهنة تخليك تلتحم بالطبقة الكادحة، تنصهر فيها، تصير جزء لا يتجزأ منها، وساعتها رح تشعر بالسعادة ورح تحس بالغبطة وتشعر أنك لقيت نفسك. مرحبا، شلون شفتولي هالاواعي زراف مو هيك؟ يو 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 يو. لك شو هاد؟ شو هالاواعي اللي لابسها؟ اواعي الشغل الجديد. ولك عينه شغل جديد؟ ابنك فخري يا امي، وبكل فخر عم بيشتغل بالنظافة. لك شو هاد؟ شو هاد؟ انت بدك تفضحنا؟ بدك تشرشحنا؟ شو هاللبس اللي لابسه ها؟ لا هيك عم تحكي معي يا صباح خانم؟ لاني صرت جزء من الطبقة العاملة. بدك تموتني ولا؟ من دكتور لزبال؟ لا تحكي هيك معي بنوب ماما، لازم تحترميني كإنسان وكعامل. يو 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 اختي، هذا ابنك بده يفضحنا، بده يشرشحنا، ومن هون ورايح لا انا خالته ولا بعرفه. وها يلا اجوا رفقاتي. ومين هدول رفقاتك؟ هذا ابو حمدي شوفير سياره زباله، ومعه الشباب ابو طلال على الرافعه وابو ياسين على الكريك، وانا سلموني المكنسه. يلا بخاطركم بلشت ورديتي، دعاء امي.
سمعاني اختي؟ لا عم على هالقصة؟ لك والله شي بجنن. خلص طولي بالك طنط كرام خانم، خلاص اذا هو هيك بده يصطفل. ولك شو يصطفل؟ الله يصطفل فيني اذا بدكم يصطفل. تعالوا تعالوا شوفوا فخري بقى لزو متعربش على سيارة الزبالة هو رفقاته عم يخوض التجربة العمالية. يا الله ما لزو، بس عن جد عن جد برافو عليه. يا لطيف يا لطيف هالفنجان شو في عيون وحكي ولكلكه. عنك عنك سوريا خانم عنك. لك تلاقي من ايدك شو بدك تساوي؟ رح اخذ زبالي معي حطها بالعربايه، اسمي رايح ورايح على الشغل. طولك الله ياخذك. انو عربايه؟ عربايتي اللي بدون فيها زبالي وقت ما بيكون عندي ورديه بالشاحنه. يا لطيف مع لذه صافوفها قدام البيت طلعي شو فيها. ان شاء الله عم تدور فيها بالشوارع. ايه طبعا طبعا سوريا خانم هي شغلتي. الله يغسل قدرك مثل ما غسلت قدرنا. ايه لك ليش هيك عم تحكوا؟ شو كان صار فيكم لما كان في زباله؟ اه يا لطيف شو ما بتقدروا قيمه الاشياء لحتى تروح من بين ايديكم. خليك انت هون لا تطلع هيك لبرا بل ما يشوفك حدا من الجيران وتفضحنا. مرحبا جارتنا. اهلين 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 ام عامر، كيف ابو عامر؟ والله الحمد لله بيدعي بسلامتك. شو وينه فخري؟ خير شو في؟ زباله متلتله عنا هيك وما مرق علينا اليوم. سوريا خانو سمعاني؟ فخري يا فندي ما مرق اليوم. انت هون؟ ما بك، خذ البرقية. فقال عامل التلغراف هذه البرقية مكتوبة بالشفرة. كيف؟ كيف مكتوبة بالشفرة؟ ماذا تخترع لي؟ أبو رفيد دخيل عينك، مالي خيرك، أنت على طول بتلهمني بتنصحني، أخي بدي مساعدتك. شو بدك؟ أنا قررت تكون مخلص للمهنة يلي عم اشتغلها. أنا مهنة؟ لك النظافة ولو شبنا في داية حكينا بالقصة. آه نظافة، إيه وكيف بدي ساعدك؟ خيو أنا قررت أكتب على هالكراتين كم عبارة بتدل وبتشير على نظافة البلد وهيك بصير زبال متميز جدا. إيه وشو ناوي تكتب على هالكراتين؟ ها مو أنا اللي رح أكتب، أنت حاكم أنا خطي بشع، بتعرف كنت عم بدرس طب وخط الدكاترة بشع. ايه مزبوط، خط الدكاترة مثل خرابيش الجاج، اسألني أنا، بزماناتي مرضت، رحت لعند دكتور بجرمانة، وصف لي روشيتا، فتلت عليا 10 أيام بالصيادلي وما فهموا عليا، طبت وما كانوا يفهموا عليا، المهم أنا شو بدك؟ شو لازم أكتب لك؟ يعني عبارات هيك بتشجع على النظافة مثل النظافة من الإيمان، حافظ على نظافة بلدك، النظافة حضارة، هيك شيء. يا لطيف، يا لطيف، يا فخري شو إنك سطحي وضحل. يا اخي شو هالعبارات السخيفه؟ اه شو هالعبارات؟ شو هالراسل عليك يا فخري؟ النظافه الداخليه اهم بكثير من النظافه الخارجيه. يو وهي كيف بدي اكتبها على الكراتين؟ بتكتب نظف داخلك قبل خارجك، نظف قلبك قبل بيتك. تك 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 تيتيك تك تك تيتيك. حبيتها حبيتها كثير ابو الفيد. يلا يلا بلش تخطيط. يلا شيل شيل هالغلط شيل. هلا هات هالفلوماستر لنشوف. اي لون بدك؟ برتقاني. ما في برتقاني احمر. يلا شيل شيل شيل. شكرا فيدير. نظف قلبك، لا اول شيء داخلك اي قبل خارجك. نعم ماني نفس اكل، ابنك سدلنا عبليتنا. وانا كمان. مرحبا يا جماعه، شوينو فخري؟ رفقاته برا ناطرينه بسياره الزباله، بلشت ورديته وعم يزمرونه. ها سمعتوا؟ ليكو فوق ناديله. فخري يا فخري انزل انزل، رفقاتك ناطرينك بسياره الزباله عم يزمرونه. في ديك قلن يروحوا قلن يروحوا. مالي حسان اتحرك كأني مرضان، راسي مثل النار ومفاصل عم تجعني. ماشي ماشي رح قلو. يعني قامتي شبك ماما؟ ان شاء الله بقلبي. شو خالتي؟ شبك حبيبي؟ ان شاء الله بعرف تعبانة كثير كثير. خلينا نطلعوا على يلا سوريا خالتي. تعالوا تعالوا. انا مالكم؟ سكين سكين. يعني قامتي
مثل النار. رح اتصل بالدكتور بهجت. لحظة لحظة شوي فيدال، اعطيني هالشنطاي من على الطاولة. يا عمتي يا خالتي شو مساوي لك؟ ولا شي خالتي، هلا بقيس ضغطي بشوف شو بني. خالتي فرد لي ايدك شوي، هات السماعة. قديش؟ 39. والضغط؟ طبيعي. شو حبيبي؟ طمنا. الله يسامحك، غليت لي قلبي. لا تخافوا لا تخافوا، ما في شيء. غالبا قريب نازل على الصدر وعامل شوية مضاعفات. يعني شو لازم نعطيك أدوية خالتي؟ خافض حرارة مع أنتيبيوتيك وفيتامين سي، وبنصح حاليا ببعض الراحة. يعني شغلة بسيطة دكتور؟ دكتور هي بدي ارجع دكتور.